تمرين: حدد باقي القسمة الإقليدية ل 3 أس 41 على 13. إذن بنفس طريقة التمرين السابق، إذن لدينا بنفس طريقة التمرين السابق قلنا لدينا مثلا نلاحظ بأن 3 أس 3 هي 27، وسبعة وعشرين هي 26 زائد 1، يعني 2 في 13 زائد 1، يعني أن الباقي هنا 1. إذن 5 أس 2 أو 3 أس 3 توافق 1 بترديد 13. وماذا لدينا؟ إذن لابد من القسمة التي سنحتاج القسمة على 3. إذن 41 تساوي 39 زائد 2 39 هي 3 في 13 زائد 2. إذن قلنا دائما بنفس طريقة التمرين السابق. إذن ماذا لدينا؟ 3 أس 3 توافق 1 بترديد 13. هذا يستلزم إذن 3 أس 3 الكل أس 13. قواعد القوى: توافق 1 أس 13 بترديد دائما 13. هذا تستلزم بأن 3 أس 39 توافق 1 بترديد 13، ونحتاج كذلك أس 2. إذن نحتاج أس 2 لأن 39 زائد 2 هي 41، إذن 3 أس 2 هي 9، إذن توافق 9 بترديد 13. إذن هذا يستلزم إذن الموافقة منسجمة مع الضرب، يعني أن 3 أس 39 في 3 أس 2 توافق 1 في 9 بترديد 13. هذا يستلزم إذن 3 أس 39 في 3 أس 2 هي 3 أس 41 توافق 9 بترديد 13، يعني أن الباقي هو 9. تمرين 6: نعتبر N تنتمي إلى N، برهن بالترجع أن 11 تقسم 3 أس N زائد 3 ناقص 4 أس 4N زائد 2 ألف. إذن بالنسبة لN تساوي 0، بالنسبة لN تساوي 0. إذن لدينا 3 أس 0 زائد 3 هي 3 أس 3 ناقص 4 أس 2، إذن هي 27 ناقص 16 تساوي 11، و 11 تقسم 11، إذن 11 تقسم 3 أس 3 ناقص 4 أس 2. الآن باء، نفترض أن إحدى عشر تقسيم 3 أس N زائد 3 ناقص 4 أس 4N زائد 2،
ونبين أن إحدى عشر تقسيم إذن ثلاثة أس إن زائد واحد مكان إن، إن زائد واحد زائد ثلاثة ناقص أربعة أس أربعة عامل لإن زائد واحد زائد اثنان. إذا نبسط الكتابة، إذا ثلاثة أس إن زائد واحد زائد ثلاثة ناقص أربعة أس أربعة إن زائد أربعة زائد اثنان. الآن ثلاثة أس ثلاثة، إذا ثلاثة أس واحد، ثلاثة أس واحد هي ثلاثة، إذا ثلاثة قواعد القوى في ثلاثة أس إن زائد ثلاثة. إذا الآن الهدف هو تطبيق الافتراض ناقص أربعة أس أربعة في أربعة أس أربعة إن زائد اثنان. الآن الهدف هو تحديد، الآن تحديد باقي القسمة الإقليدية لأربعة أس أربعة على إحدى عشر. إذن تحديد باقي القسمة الإقليدية لأربعة أس أربعة على إحدى عشر. الآن لدينا بأن أربعة أس اثنان هي ستة عشر، ستة عشر الباقي هو خمسة، يعني ستة عشر مقسومة على إحدى عشر هو واحد والباقي خمسة، يعني توافق خمسة بترديد إحدى عشر. هذا يستلزم الكل أس اثنان، أربعة أس اثنان الكل أس اثنان، أربعة الكل أس اثنان الكل أس اثنان توافق خمسة أس اثنان بترديد إحدى عشر. هذا يستلزم. الآن بالنسبة لخمسة أس اثنان، خمسة أس اثنان هي خمسة وعشرين مقسومة على إحدى عشر، إذن هي جوج في حداش اثنين وعشرين زائد ثلاثة، إذن الباقي هو ثلاثة. إذن أربعة أس أربعة توافق خمسة أس اثنان، قلنا خمسة أس اثنان توافق الباقي الذي هو ثلاثة، إذن توافق ثلاثة بترديد إحدى عشر. الآن نطبق النتيجة باستعمال الموافقة، إذن نطبق النتيجة باستعمال الموافقة. إذن لدينا ثلاثة أس في ثلاثة أس إن زائد ثلاثة ناقص أربعة أس أربعة في أربعة أس أربعة إن زائد اثنان توافق، إذا نحتفظ بالنتائج، ثلاثة في ثلاثة أس إن زائد اثنان ناقص قلنا أربعة أس أربعة توافق ثلاثة، إذا أربعة أس أربعة توافق ثلاثة، توافق ثلاثة في أربعة أس أربعة إن زائد اثنان بترديد إحدى عشر. الآن سنستعمل أو نستدعي الافتراض، ماذا لدينا؟ بأن 11 تقسيم 3 أس إن زائد 3 ناقص 4 أس 4 إن زائد 2، بما أن 11 تقسيم هذا العدد فالباقي هو 0، يعني يوافق 0 بترديد 11. هذا يستلزم، إذا نضرب الكل في ثلاثة، نضرب الكل في ثلاثة، إذا ثلاثة في
ثلاثة أس آن زائد ثلاثة ناقص ثلاثة في أربعة أس أربعة آن زائد اثنان توافق. إذن ثلاثة في صفر وصفر، إذن توافق صفر بترديد إحدى عشر. هذا يستلزم، إذن نعوض النتيجة بقيمتها، يعني أن ثلاثة أس آن زائد واحد هو المطلوب زائد ثلاثة ناقص أربعة أس أربعة أس أربعة عامل لآن زائد واحد، لأن هي قيمة هذا العدد زائد اثنان. إذن زائد توافق صفر بترديد إحدى عشر. إذن تحقق المطلوب، إذن الافتراض، من خلال الافتراض تحقق المطلوب. إذن من ألف وباء فإن إحدى عشر من ألف وباء إحدى عشر تقسيم ثلاثة أس آن زائد ثلاثة ناقص أربعة أس أربعة آن زائد اثنان. تمرين سبعة، نعتبر آن ينتمي إلى آن نجمة، وآن تساوي اثنان أس آن زائد ثلاثة أس آن زائد ستة أس آن ناقص واحد. حدد آن، يعني قيم آن، بحيث آن توافق صفر بترديد ثلاثة. الآن بالنسبة لثلاثة أس آن وستة أس آن، إذا نعتبر أول شيء، نعتبر بأن آن تنتمي إلى آن نجمة. ماذا لدينا؟ بأن ثلاثة توافق صفر بترديد ثلاثة، لأن ثلاثة تقسيم ثلاثة. إذا ثلاثة أس آن توافق صفر بترديد ثلاثة، و ستة كذلك ثلاثة تقسيم ستة، إذا ستة توافق صفر بترديد ثلاثة. إذن ستة أس آن توافق صفر بترديد ثلاثة. الآن بقي لدينا الاثنان. ماذا عن اثنان؟ قلنا بأن اثنان تساوي واحد في ثلاثة ناقص واحد. إذن اثنان توافق ناقص واحد، إذن اثنان توافق ناقص واحد بترديد ثلاثة، ومنه اثنان أس آن توافق ناقص واحد أس آن بترديد ثلاثة. إذن بقي لدينا لمعرفة حساب ناقص واحد أس آن زوجية آن، إذا كان آن زوجي وإذا كان آن فردي. إذا الحالة الأولى آن زوجي، إذا كان آن زوجي فجوج أس آن توافق ناقص واحد أس عدد زوجي هو واحد بترديد ثلاثة. إذا النتيجة، إذا آن أو اثنان أس آن زائد ثلاثة زائد ثلاثة أس آن زائد ستة أس آن ناقص واحد توافق. إذا اثنان أس آن توافق واحد،
ثلاثة أس إن توافق صفر، ستة أس إن توافق صفر، ناقص واحد بترديد ثلاثة. إذن أن يعني أن توافق صفر بترديد ثلاثة. إذن إذا كان أن زوجي فإن أن توافق صفر بترديد ثلاثة. الآن إذا كان أن فردي، الحالة الثانية أن فردي، إذا كان أن فردي فإثنان أس أن، اثنان أس أن توافق ناقص واحد أس أن، ناقص واحد أس أن هو ناقص واحد، إذن توافق ناقص واحد بترديد ثلاثة. الآن تعويض، اثنان أس أن زائد ثلاثة أس أن زائد ستة أس أن ناقص واحد بنفس الطريقة السابقة، إذن توافق ناقص واحد بالنسبة لاثنان زائد صفر زائد صفر ناقص واحد بترديد ثلاثة، يعني أن أن توافق ناقص اثنان بترديد ثلاثة، وهذا يعني بأن ثلاثة لا تقسم أن في الحالة إذا كان أن فردي. إذن القيم التي تأخذها أن هي أن أن زوجي. إذن أن يوافق صفر بترديد ثلاثة يكافئ بأن أن زوجي.